بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في دقائق معدودة عاوز أتكلم معاكم عن توعية فيما يخص بأمراض المخ والأعصاب. في بعض المعلومات يعني أنا شايف إن المفروض يعني أغلب المرضى يكونوا على دراية بيها، ده هيحسن من استجابة المريض للدواء، من سرعة تصرف المريض في بداية بعض الأمراض، ممكن حالات طوارئ هنعرف ازاي نتصرف فيها، يا ترى أعمل عملية ولا لا. نقول بسم الله ونبتدي بأول توعية وهي خاصة بالجلطة. الجلطة أول غلطة الناس بتغلطها لما تجيلي مثلا المستشفى، تقولي أو العيادة ويقولوا لي أبونا كان عنده جلطة، وبعد كده أكتشف لما اصر ان انا اشوف الاشعاعات، ولو ما كانش عامل اشعاعات اخليه يعمل اشعاعات تانية، ان هو كان عنده نزيف على المخ. كلمه جلطه كلمه عاميه، كلمه جلطه لما انت تقولها دكتور اعصاب تحتمل معنى من الاثنين، ممكن تكون جلطه يعني جزء مكان في المخ ما بيوصلوش الدم كويس، ولذلك بدا يموت ويعاني ويعمل اعراض على حسب المركز ده كان مسؤول عن ايه. لو كان مسؤول عن الكلام يبدا الكلام يتقل، لو كان مسؤول عن الحركه الحركه تتقل، عن الاحساس يبقى في مشكله في الاحساس، وطبعا بتحصل المشاكل دي بتاعت الجلطه فجاه. اذا لما نقول كلمه جلطه معلش حاول تعرف من الدكتور بعد كده او في المستشفى او في العياده هي جلطه ولا نزيف على المخ، لان طبعا العلاج بيختلف تماما. طيب ايه تاني معلومه عاوز اقولها لكم فيما يخص بالجلطه؟ فيما يخص بالجلطة كده أنا عاوزكم تعرفوا ثلاث علامات. ثلاث علامات دولت منظمة الصحة العالمية WHO كانت ملخصاهم في كلمة فاست، فأنا حاولت أعمل لها تعريب مصري أو عربي، عملتها في ثلاث حروف اللي هي أوكي ألف وواو وكاف. لو لقيت حاجة من الثلاثة دول هتعمل إيه؟ هتشك على طول في جلطة وتروح للمستشفى عشان تعمل أشعة مقطعية على المخ. طب ايه هم اوكي دولت؟ الالف بترمز الى اطراف، الواو بترمز الى الوجه، الكاف ترمز الى الكلام. الالف اطراف، اطراف مثلا واحد مره واحده وفجاه حس بتقل في ايديه، تقل في رجليه، خدلان شديد مره واحده في ايديه، خدلان شديد مره واحده في رجليه، ده تشك على طول في الجلطه. الحاجه الثانيه الواو اللي هي الوجه، الوجه مثلا واحد وهو بيتكلم معاك مره واحده لاحظت ان بقه اتعوج، عينيه فيها مشكله، النص ده مش زي النص ده، تعمل ايه؟ تشك برضه في جلطه. الحاجه الثالثه الحرف الكاف وهي الكلام، واحد كان بيتكلم معاك ومره واحده بقى بيتقطع والكلام تقل وكده، يبقى ايه؟ نشك برضه في جلطه. طيب نعمل ايه لما نشك في جلطه؟ اول حاجه الغلطة الكبيرة اللي الناس كتير بتعملها، وللأسف في بعض الأطباء غير متخصصين في المخ والأعصاب بيقعوا فيها، هي إن إحنا نلحقه بأسبرين عشان نعمل سيولة علشان على ما يروح للمستشفى يعمل أشعات ونعرف المشكلة إيه. دي غلطة كبيرة جدا. ليه بقى؟ الأعراض الثلاثة اللي أنا قلتهم دول لو في جلطة في المخ، يعني في مكان في المخ مفيش دم بيوصله كويس، تحصل الأعراض دي. طيب لو في نزيف في المخ برضه تحصل الاعراض دي، يعني ممكن يكون في الاعراض دي موجوده وفي نزيف في المخ وانا اديله دواء يعمل له سيوله، يبقى الدواء ده المفروض هيموته؟ ايوه، يبقى اذا التصرف السليم ان انا ما اديلوش اي ادويه، انا اوديه المستشفى سريعا سريعا ونعمل اشعه مقطعيه على المخ. طيب بعض الناس بتفضل ان هي تروح تعمل الاشعه ديت في مراكز خاصه مش المستشفيات لاسباب كتير خاصة بيهم، أنا طبعا بنصح بالمستشفى. لو حصل وعملته ساعات بيقولوا إحنا من كتر اهتمامنا بوالدنا رحنا عملنا رنين مغناطيسي على المخ. لا، في البداية الأدق في هذه اللحظة هي الأشعة المقطعية وليست أشعة الرنين. نقطة أخرى، طيب نفترض إن الأعراض دي استمرت دقائق معدودة وبعد كده اختفت، يعني مثلا قعدت 10 دقائق وبعد كده اختفت، هل دي تعتبر جلطة؟ أيوة دي تعتبر جلطة. دي حاجة اسمها TIA Trans Ischemic Attack، ممكن تكون جلطة ما كملتش،
طيب الصح دلوقتي بنعمل ايه؟ قلنا لو لقينا حاجه من الثلاثه الف او واو او كاف، مشكله في الاطراف، مشكله في الوجه، مشكله في الكلام، نسرع بالذهاب الى المستشفى ونعمل اشعه مقطعيه على المخ. تمام. طيب في ناس كتير بتقول الحمد لله هما لحقوه هناك في المستشفى وعطوا له الحقنه اللي بتدوب الجلطه عطاها له في بطنه. دي المعلومه الاخيره الخاطئه في الجلطه. اوكي، شايف حد كاتب رعشه الايدين، انا عامل حسابي عليها ان شاء الله لان جالي اسئله كتيره فيما يخصها. نكمل الكلام على الجلطه والغلطه الاخيره الحقنه اللي بتدوب الجلطه. في دواء اصلا ممكن يدوب الجلطه ويلحقها، ايوه، ولكن هي مش حقنه. امال هي ايه؟ هي بيبقى محلول وريدي، يعني اللي انتوا بتقصدوه ده الحاجه اللي بتدوب الجلطه مش حقنه تحت الجلد. امال هي ايه؟ هي محلول وريدي. طيب المحلول الوريدي ده اي حد جاله جلطه ياخده؟ لا طبعا مش اي حد. في انكلوجنج كرايتيريا، في اكسكلوجنج كرايتيريا، في حاجات كتير كده الدكتور يبص فيها نعطيله ولا لا. وطبعا ما بتعطاش الا في مستشفى، عشان كده في البدايه قلت لازم نجري على المستشفى، مش عياده خاصه، نجري على المستشفى. طيب المحلول ده ممكن نعطيه في اي وقت؟ يعني مثلا في ناس بيجوا لي يقولوا لي ان الاعراض دي ظهرت على والدنا من حوالي يومين او يوم ونص او 24 ساعه، نديها له؟ لا، أقصى مدة ممكن يدي فيها المحلول ده 4 ساعات ونص، يفضل في أول 3 ساعات ولكن ممكن تمتد لي 4 ساعات ونص. كده يبقى اتكلمنا على كام نقطة في الجلطة، عرفنا إن الأعراض الجلطة المخ تستوي الجلطة مع النزيف عشان كده ما ندروش أسبرين، عرفنا الـ3 علامات المهمين جدا اللي لازم نشك فيهم ونجري على المستشفى، عرفنا ان الاشعه المطلوبه هنا هي اشعه المقطعيه وليست الرنين، عرفنا ان احنا ما ندوش اسبرين، عرفنا ان احنا اللي بيدوب الجلطه مش الحقنه، لا ده محلول وريدي. طيب نيجي لموضوع رقم 2. الموضوع رقم 2 هو التهاب العصب السابع.